مقارنة صورة هذه السيارة التي رصدتها كاميرانا في القصير بريف حمص بتاريخ 21 من أيار 2013 مع صورة السيارات التي تستخدمها المعارضة المسلحة في قتال الجيش السوري تظهر تقارباً وتطابقاً، لتسوق إلى سؤال حول سبب عدم سماع أخبار على محطات إخبارية معينة عن خسائر تتكبدها المعارضة المسلحة، في حين يقتصر الحديث عن الخسائر على المدنيين فقط، فيما الأخبار عن إعطاب أو تدمير دبابات للجيش السوري يتكرر أكثر من مرة كل يوم. في نشرات الأخبار على محطات فضائية معينة، كثيراً ما يسمع متحدثون تم الاتصال بهم من أجل نقل صورة ما يجري في القصير، وهم يتحدثون عن أن المدنيين هم الهدف الأول والمقصود والمتعمد لضربات المدفعية أو الطيران التابعين للجيش السوري، وعن أن ما يجري في القصير في المعارك الأخيرة هو عبارة عن عملية إبادة جماعية وتدمير شامل للمنازل، على اعتبار أن عجز الجيش في القضاء على المعارضة المسلحة يقوده إلى عقاب المدنيين. هناك إبادة جماعية تحصل في القصير للأسف، وهناك سياسة تدمير شامل مع سياسة عقاب. هناك أكثر من 50 قذيفة سقطت على منازل المدنيين منذ حوالي 6:30 صباحا وحتى 7:30 صباحا. الآن هناك قصف لا يكاد يتوقف على منازل المدنيين، هناك شوارع بأكملها تدمرت. نعم، يتركز هذا القصف على منازل المدنيين في القصير وعلى بلدة الضبعة. ذات المتحدثين الذين قالوا إن الجيش السوري كان يتعمد قصف منازل المدنيين ويعجز عن إصابة مواقع المسلحين، شهدوا بأنفسهم ورأوا بأعينهم كما تظهر الصور، شهدوا عملية إصابة دقيقة للغاية وفق ذات الفيديو لموقع يتجمع فيه مسلحو المعارضة، بحيث سقطت قذيفة الجيش السوري تماماً في النقطة التي يقف فيها المسلحون محاولين الانتقال إلى مكان مقابل. يا الله يا الله يا الله يا الله، الله أكبر، هذه هي القذائف اللي سقطت علينا. يا شباب، يا الله يا الله يا الله يا الله، الله أكبر، هذه هي القذائف اللي سقطت علينا. يا شباب، هذه القذائف سقطت علينا الآن من قبل. ويظهر معهم ذات الشخص الذي تقدمه المحطات عادة كمتحدث وشاهد وناقل للصورة والخبر، إلا أنه في اتصالاته التي تلت هذه الحادثة لم يقل إن ضربات الجيش كانت تصيب مواقع المسلحين بدقة، بل استمر يركز على فكرة أن الجيش السوري يقصف منازل المدنيين. هناك أكثر من 50 قذيفة سقطت على منازل المدنيين منذ حوالي 6:30 صباحا وحتى 7:30 صباحا. الآن هناك قصف لا يكاد يتوقف على منازل المدنيين، هناك شوارع بأكملها تدمرت. متحدث وناطق آخر سئل في بداية الإعلان عن دخول الجيش السوري لبلدة القصير، سئل عن صحة الخبر فأجاب بالنفي، ودليله الذي اعتمد عليه كان قوله بأنه يستطيع بحرية التجول بكاميراه في شوارع القصير لينقل بالصورة أن الجيش السوري غير موجود في المكان. أنها سيطرت على القصير، هذا الكلام عار عن الصحة. أنا متواجد في القصير وأستطيع أن أسير وأمشي في القصير بكاميرتي وأن أرصد لكم كل التطورات التي تحصل في القصير. طيب، لن نناقش قوله بأن نسأل عن الصور التي وعد بها ولم يرسلها، بل باسترجاع كلام آخر لذات المتحدث سبق ذلك بساعات قال فيه إنه لا يستطيع الانتقال من شارع إلى آخر أو الخروج من حارة إلى أخرى. حتى أنا حاولت أن أخرج إلى أن أخرج خارج هذه المنطقة أو خارج هذه البلدة الحارة التي أتواجد بها، لم أستطيع للأسف. بعيدا عن مبالغات الإعلام، متعاطفا أو تابعا لأي طرف كان، ودون الخوض في مناقشة من أكد أو نفى دخول وتوغل الجيش السوري في القصير بريف حمص، فإن الرجوع باتجاه الخلف أياما وساعات مضت
واعتماد الهدوء والتدقيق في الأحداث والصور والتقارير التي أوردها الإعلام عن أحداث القصير يفضي إلى جمع مجموعة صور تصلح للتلاصق بجوار بعضها بغية تشكيل صورة أكبر وأكثر وضوحاً. ونبدأ بأحداث الجبهة الجنوبية والجنوبية الشرقية. بتاريخ 19 من أيار 2013 تواجدت كاميرا محطتنا في دوار القصير في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، وتم تصوير الساحة ومحيطها، وفي نهاية النهار وثقت مراسلتنا مكان تواجدها. كانت معكم كندا الخضر لأخبار سما من دوار مدينة القصير. قبل ذلك وفي ذات اليوم تقدم فريقنا الإعلامي باتجاه المركز الثقافي وسط القصير، وتم تصوير شيء من آثار المعارك، وهذا الباب الرئيس للمركز. ليس بعيداً عن المركز الثقافي وصل الفريق بصحبة قوات الجيش السوري إلى المدرسة الشرعية التي كانت قيد الإنشاء، ومن داخل المدرسة تم تصوير البناء وقد تواجدت فيه القوات السورية مسيطرة على المكان. وليس بعيداً أيضاً باتجاه الغرب نصبت كاميرانا في بناء مطل على مقابر خاصة بأموات المدينة على اختلاف أديانهم. في اليوم التالي بتاريخ 20 من الشهر ذاته قام ضابط عمليات في الجيش السوري بشرح تقدم القوات السورية باتجاه دوار المحطة جنوبا وإلى أين وصلت المعارك. تقدمت قوات الجيش العربي السوري بالمنطقة الجنوبية من مدينة القصير انطلاقا من حاجز المشتل والجسر. في اليوم البارحة وصل الجيش العربي السوري إلى دوار المحطة شمال حاجز المشتل ما يقارب 600 متر. وفي اليوم صباحا تابعت قوات الجيش العربي السوري التوجه باتجاه مشفى الأهلي ويبعد ما يقارب عن حاجز المشتل ما يقارب 900 متر. وصل الآن الجيش إلى مشفى الأهلي وتم تطهير الحارة الشرقية بالكامل وقسم من الحارة الجنوبية من اتجاه المشتل، والمعارك الآن العنيفة تدور في المشفى الأهلي. باليوم الذي تلا ذلك بتاريخ 21 من أيار تواجد فريقنا الإعلامي مرافقا تحرك القوات السورية، ومن بين الصور التي عرضت في نشراتنا بتاريخ 22 من أيار تم توثيق تواجد الجيش السوري حول مسجد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وتم توثيق ذلك بالصور. بناء على جمع ولملمة مجموعة صور متناثرة في 3 أيام متتالية تم وضع كل منها في مكانه المناسب، يمكن تحديد المواقع التي وصل إليها الجيش السوري من جهة الجنوب والجنوب الشرقي وفق الخريطة التالية، مبتعدين بذلك عن كل ما يمكن أن يوصف بالمبالغة الإعلامية التي يجنح لها هذا الطرف أو ذاك.